ما ودي ودي هذه المناظر. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، ده هذه الغابات. شوفوا اليوم الأجواء كيف مغيمة. اليوم رايحين إن شاء الله إلى مرسى، منطقة في الجنوب على الساحل، بس بنمر على حديقة الحيوانات فيها السفاري إن شاء الله. بعمل سفاري وبنكمل. بدأت الرحلات، بدأت تقوى الرحلات. الشنطة هذه تشيل كل حاجة بس تقيل، يوم تعبيها كامل الواحد يوم يسافر ينتبه للأغراض اللي يجيبهن، ما يجيب أغراض زيادة عن اللزوم لأنه راح يتورط فيهن، خاصة في المناطق اللي فيها صعود كثير راح شوي يتعذب في الوزن، فينتبه ياخذ الأشياء يفكر فيها 100 مرة هل يحتاج هنا أو لا. صباح الخير يزيد. يا صباح النور. صباحك يا غالي. صباح النور والنور وأوراق الشجر والطير. الله الله، يوم واحد عندك كيف فنان يصبحك على خير. شوف 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 ريوق هذا يا اخي، بنودعه بنودع هذه المناظر اليوم. ثانك يو مام سو ماتش، سو ماتش، يور هوتيل اند يو سو بيوتيفول. صراحه يا جماعه انصحكم تنزلوا معها، وايد وايد طيبه، وشوفوا المكان اللي ساكنه فيه في وسط الغاب وبين الاشجار وبين الورود والطبيعه، مكانها جميل وهادي. انصحكم تزوروا، بحط لكم موقع سكنها في الفيديو. اذا ان شاء الله زرتوا سريلانكا وزرتوا الا لازم تنزلوا معها هي ان شاء الله. هذا يا جماعه سكنها، اسمه صمدي هيل ناتشرال ريزورت، مثل ما تشوفوا وايد حلو. وبعد مدينه الا يا اخوان حددنا الوجهه الى الجنوب وتحديدا الى مدينه مرسى، ومرينا على مناظر طبيعيه وسهول لحقول الرز في قمه الروعه. الحين يا جماعة وصلنا إلى أودوالوا ناشونال بارك، فبروح داخل في واحد من هذه الجيبات اللي تشوفوها وراي. الحين راح نبدأ مغامرة السفاري ونشوف الفيلة مع الجايد. هذا الجيب اللي تشوفوه راح نبدأ منه المغامرة. يلا بسم الله. كل هذا الجيب وحدي. Let's go. ومحمية أودوالوا الطبيعية مشهورة بحيوانات كثير ومن ضمنها حيوان الفيل. الله إن شاء الله نحصل حيوانات اليوم، نشوف الفيلة. وبعد ما دخلنا بدأت رحلة البحث عن الطيور والحيوانات الطبيعية. هذا أول حيوان شفناه، الطير هذا الملون الجميل، شوفوا محلاه. كثير من الطيور الملونة تحصلها على أعشاش الأشجار، من ضمنها هذا الطير جرين بي ايتر. هذه واحدة من فصائل الطيور هني، شوف كم احلاها جميل. وانت في المحمية ركز لي على الاشجار لان ممكن تشوف انواع نادرة وجميلة من الطيور، وهذه المحمية يا اخوان تضم مئات الانواع النادرة من الطيور البرية. ان شاء الله ان نحصل فيها لليوم. شوفوا 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 يا اخوان، هذا الطاووس، شوفوا محلاه. شوف هذا الطاووس، كل الحيوانات اغلبها في وقت الظهر يتظللن في الاشجار. هذا واحد ثاني يمشي، شوفوه ما شاء الله يا اخوان تنتشر هني الطيور. الطاووس نفس هذه، شوفوه جميلة. حصلنا طير من الطيور المهاجرة. وفي العادة يا اخوان هذه الحدائق الطبيعية زوروها في وقت الصباح الباكر لان الحيوانات ما راح تكون متخبية من الشمس. شوفوا يا اخوان حصلنا سحلية، هذه السحلية يا اخوان هنقرب تغير لونها. افضل ان الواحد يزور هذه الاماكن في وقت الصباح الباكر عشان يشوف الحيوانات، لانه الحيوانات تطلع الصباح تحصلها تمشي في كل مكان، بس وقت الظهير تتخبى بين الاشجار. وانت في هذه الحديقه يا اخوان في وقت الظهر من الصعب انك تحصل معظم الحيوانات، فاخذنا وقت كبير نبحث عن حيوان الفيل ما حصلناه. لا زالت رحله البحث عن حيوان الفيل قايمه، ان شاء الله نحصل الفيل. في هذه البحيرات يا اخوان تنتشر كثير من التماسيح. واول حيوان مفترس صادفناه في هذه الحديقه كان التمساح. حصلنا يا اخوان واحد من الفيله، شوفوا متظلل تحت هذيك الشجره. سمعوا صوت صبيع، سمعوا الحين يا اخوان راح نكمل ونشوف حيوانات ثانيه ان شاء الله ان نحصل حيوانات مفترسه ثانيه، لان هذه الحديقه مشهوره اكثر شيء بالفيله، فالفيله منتشره في كل مكان، بس غريب ونادر
وانك تحصل مثل حيوان النمر او الفهد المنقط وهذه الحيوانات البريه المفترسه. غامر جدا جميل وسمع اصوات الحيوانات واصوات الطبيعه شيء جميل مختلف. هذه فضلات فيل. هذه زقت فيل. وبعدها كملنا تجوالنا في هذه الحديقة الطبيعية الساحرة يا اخوان، وشفنا التغير لون التربة والاشجار الى ان حصلنا صغير الفيل. يا جماعة حصلنا الفيل، بصوركم اياه عن قرب. شوفوا ما شاء الله، هذا الفيل صغير، وهذا يعتبر يا اخوان فيل صغير. ومتوسط عمر الفيل اللي تعيش في البرية ما بين 60 إلى 70 سنة. شوفوا ملطخ نفسه بالطين لان الجو حار، فدائما تحصلهم مبتلين مطخين نفسهم بالطين عشان يبردوا. سبحان الله، شوفوا يا اخوان منظر رهيب. الحلو انه في هذه الحديقه الحيوانات محافظ عليها وتعيش على طبيعتها، وما في يعني الانسان ما ياثر عليها ابدا، يعني ما تحسهم يستغلوها باستغلال سيء او انهم يستغلوا هذه الحيوانات لركوبهن او ايذائهن. فالحلو ان الواحد يزور هذه الحدائق العام ويجرب رحله السفاري ويدعم هذه المحميات لانها تحافظ على الحيوانات وتخليها تعيش على طبيعتها. يجمع من حشايش وياكل. باي باي الفيل. هذاك فيل ثاني يا اخوان، شوفوه تحصلهم في هذه الاوقات يحاولوا يتظللوا من الشمس. طائرات هليكوبتر تتبع الحيوانات وتراقب تحركهم. شوفوا المحمية بالكامل. شوفوا يا جماعة هذاك فيل ثاني بس بعيد، باين عليه انه كبير. ما شاء الله يا جماعة شوفوا الاجواء، قيمة السماء كامل. في هذه البرك مرات تحصلوا تماسيح. اجواء هذه السفاري تشبه بحد كبير السفاري والغابات الافريقية. والحين توغلنا في الغابات يا اخوان نبحث على حيوانات برية ثانية. شوفوا كيف الطريق، طريق وعر نوعا ما تدخل بين الغابات. شوفوا يا جماعة حصلنا في مجموعة فيلة، مكان رهيب. شوفوا مظللين تحت هذه الشجرة. طفينا السيارة، سمعوا صوت الطبيعة، هدوء، وتسمع بس أصوات العصافير والطيور البرية. كان ساحر. شيء عجيب. أول بداية كنت متخوف إن ما راح نحصل ولا فيل، لكن الحظ إن حصلنا فيلة مجموعات. دخلنا توغلنا داخل الغابات وحصلنا مجموعة كثيرة من الفيل. والحيوانات الثانية متخبين الحين تحت الأشجار. أفضل وقت تزور هذه السفاري مثل ما قلت لكم في وقت الصباح الباكر عشان تلحقوا عليهم، لأن في وقت الصباح الباكر يكون الجو بارد فتحصلهم منتشرات في كل مكان. هذاك يا أخوان مثل ما تشوفوا أكل هناك فيل صغير، ما أعرف إذا تلاحظوا ولا لا. وهذه أمه وأبوه. شوف كيف. في معلومة خبرني عنها السائق، قال لي ان الحيوان ما يشوف على الانسان اذا كان راكب على السيارة، يفكر هذا السيارة كلها جسم واحد، يعني جسم كأنه حيوان، يعامله كأنه حيوان، فما يفرق يعني اذا انت داخل السيارة ما يشوف، بس اذا نزلت ومشيت في الطبيعة يمكن يهجم عليك. فلما الحيوان اذا يشوف شيء كبير ما يهاجمه، فاذا شافك تمشي وحدك خطير جدا، فخطر ان الواحد ينزل ويغامر. بعض الأحيان تجيل الحيوانات حالات هستيرية تهجم على السيارة. في منكم شاف فيديوهات عن الفيلة وهي تهجم، فالواحد أفضل إنه يبتعد عن الحيوانات بشكل كبير، ما يخليها تعصب ويثيرها عشان ما تهجم عليه. إذا الواحد في سريلانكا ويريد يشوف حيوانات كثيرة، أفضل إنه يروح لإلا ناشونال بارك، حديقة إلا البرية.
هذه الحديقة يا أخوان فيها تعدد كثير من الحيوانات مثل حيوان الفهد والنمر، بس حيوانات الفيلة أقل مقارنة بهذه الحديقة، وسريلانكا مشهورة بالفيلة، فاللي يريد يشوف حيوانات مختلفة يروح لإلا، أما اللي يريد يشوف فيلة يجي لهذه الحديقة. في أشجار أعمارها كبيرة تناهز 100 سنة يا أخوان، مثل ما تشوفوا هذه الشجر أعمارها تناهز 100 سنة وأكثر. ممكن منكم اللي زار أفريقيا راح يشوف تشابه كبير بين هذه الحدائق اللي في سريلانكا واللي في أفريقيا، بس اللي في أفريقيا طبعا أشهر وفيها حيوانات أكثر كثير من هذه الحدائق. إن شاء الله يوم من الأيام راح نزورها، تكون معي أول بأول. اشتركوا معي في القناة عشان تشوفوا مغامراتي حول العالم. المكان يا أخوان فيه سحر مش طبيعي، هدوء وفقط تسمع صوت الطبيعة، ما في أي تلوث بشري إلا هذه السيارة وإحنا، لكن هدوء تسمع أصوات غريبة، تسمع أصوات العصافير وأصوات الطيور، شيء جميل، أول مرة أعيش هذه التجربة. إذا عجبكم الفيديو لهذا الحد ادعمونا باللايك يا أخوان، خلنا نوصل 10,000 إن شاء الله تقدروا. الفيل الثاني نفس الشيء متخبي وراء الأشجار، كلها متخبيات وراء الأشجار عن الشمس. حصلنا غزال يا أخوان، في غزلان بس ما أعرف وين راحت، تخبى بسرعة. كل يا حبيبي كل، شوفوا يا جماعة السحب على هذه الأشجار كانها رسمة. حصلنا خلية نحل كبيرة على شجرة، شوفوا هذه الشجرة حصلنا فيها هذه الخلية. حصلنا هذا الفيل في طريق الرجعة، كبير ضخم، شوفوا ما شاء الله يا جماعة حجمه ضخم، يقص الحشيش وياكله. في هذه السفاري يا اخوان احجام الفيل كبير، شوفوا يا جماعة حصلنا نسر، شكله الحين يدور على فريسة من فوق يهجم عليها. وصلنا نهاية رحلة السفاري، كانت تجربة مميزة وجميلة للغاية، شفنا منها حيوانات كثيرة، منها الفيل والغزال والطاووس، وحيوانات كثيرة ما صورناها لأن كان سريعات إلا الفيل، الفيل ثابت مكانه وياكل هو مرتاح ما عندك مشكلة. كذا يا أخوان انتهينا من السفاري، والحين إن شاء الله متوجهين إلى ميرسا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذه الحديقة البرية. خلي رأيكم حاجة يا جماعة، هني بالقرب من السفاري، هذه السفاري، هذا المدخل مال السفاري، لو تلاحظوا هني في أسلاك، هذه الأسلاك لا تلمسوها لأن فيهن صاعق كهربائي، هذه فائدتها لما الحيوان مثل الفيل أو حيوانات ثانية كبيرة تقرب من المنطقة تعطيها شوي صاعق كهربائي فالحيوان يخاف ويرجع، فتحصل صاعق كهربائي حوالين الحديقة، فاتك نص عمرك نص عمرك. Let's go to Meressa. وبعد المحمية الطبيعية يا أخوان والسفاري اللي جربناه، كملنا طريقنا إلى الجنوب وتحديدا إلى ميرسا. في الطريق راح تشوفوا سهول مزارع الرز، وبعدها وصلنا إلى محافظة مطرة. يا جماعة وصلنا إلى مدينة مطرة، هذه المدينة اللي فيها ميرسا، تعتبر رابع أو ثالث أكبر مدينة في سريلانكا. Thank you brother, thank you so much. الحين وصلنا إلى ميرسا يا أخوان، وبتبدأ رحلة البحث عن الفندق في ميرسا، ان شاء الله نحصل مكان كذي حلو مرتب قريب الشاطئ. بعد بحث ما استغرق مده طويله حصلنا سكن قريب من الشاطئ. ايش كل يوم تطلع الغرفه في اخر طابق الرابع، الله يعين، شوفوا الاغراض تقريبا 30 كيلو يا مغيث. هذه الغرفه اتكلم عن رايكم، الغرفه هذه اللي طلعها، يا سلام هذاك البحر، خل رايكم الغرفه، ما طلع حزر زين، حلو ما شاء الله كبير، وايد كبير، شوف هي ثلاث اسرة عائلية. راح نكتشف ميرسا اليوم، لكن ما شاء الله الاجواء مثل ما تشوفوا بدأت تمطر علينا، بعد الاجواء تتعدل، من بكره ان شاء الله رسميا رحلتنا في ميرسا راح تبدا، اليوم بس راح نهدي
تكتشفوا المكان. من بكرة بإذن الله راح ناخذكم لفة حوالين المكان ونراويكم الأشياء الحلوة من بكرة إن شاء الله. هذا الشاطئ يا جماعة، شاطئ مريسا. شاطئ أبيض ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله امتداده. يا سلام، شوف هذا الجانب، ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة، المكان جميل جميل. واللي زايد الجمال هي اللي جواه الروعة لهذا اليوم، ما شاء الله يا جماعة، مكان ساحر ساحر. وهذا الشاطئ أبيض، قريب من الشاطئ في أشجار النارجيل. ها رأيكم يعني؟ غربت الشمس وحصلني واحدة من المطاعم الشعبية، حبينا نجرب وجبة مشهورة في سريلانكا. وصل وصل يا جماعة الكوثو، هذه أشهر وجبة عندهم أو واحدة من أشهر الوجبات في سريلانكا. حاجة ما حصلتش كذا يا جماعة الخير. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله استمتعت اليوم بالسفاري. وصلنا إلى ميريسا، هنقضي فيها 6 أيام وراح أراويكم أماكن كثير جميلة في ميريسا وحوالين مدينة ميريسا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وتكتبوا لنا تعليقات حلوة عن المكان إيش رأيكم فيه، ودعمونا بنشر هذا الفيديو لأصحابكم وأحبابكم. سلام.